يا رب. لقينا، فولت فولت ما شاء الله ما شاء الله. بنتين صادوا، هذه وهذا. يوعد طق الباب وراك. تفضل تفضل على جنب عشان تشوف. والله اليمين كبيره اليسار صغيره. هذه مو راضي تسحب، دار كبيره. قص البورد، صاد البورد الثاني. ان شاء الله ما يحتاج. ها شوف ايش لقينا بالقفشه. والله من ساعة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه كبيرة ما شاء الله، وش حجم. حاول تخمطها ترى بتغوص. اللهم لك الحمد ما شاء الله فولت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ أخباركم عساكم بخير. اليوم طلعت بحر تشخيط إن شاء الله. مسعود صبحك الله بالخير. ما شاء الله بالنور والسرور. هلا مسعود. ها تو مصحصح رجال على طول ما شاء الله. ها شاي مجهز. ايه ما شاء الله الخور تبارك الرحمن. اعتقد احنا اول ناس طالعين اليوم، ماكو واحد. الشمس توها طالعه والى البحر ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله هناك. سلام عليك يا ابو سعود. طبعا مقللين الشاي لانه موج. هو ما شاء الله السنه هذه كلها موج. بحر زعلان على قولت. ما شاء الله نزلنا اول وحده صادق. ها؟ مو مثل المكين. لا. ها البرد القص. يلا يلا. يلا يلا خلنا نروح. حط بالك له صادت وسبحان الله حاشت المكينه وقصت. الحين رادين له. اي 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 حاول تلقط عاد هذا البورد ان شاء الله عاد نلقطه. ترى حدي لاف طولها العصا راح تحت. ما قاعد نلحق هذه، اذا قربنا الطراد نزلت تحت. هذا البورد يمه طولها حدها العصا. لفها لفها البرغي نفسه الاسود. ايوه هذا البورد ما احنا عارفين. يلا ان شاء الله لا تروح. حاول تخمطها ترى بتغوص. يلا يلا اسحب 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 اسحب. بسم الله ما شاء الله هذه الاولى ما شاء الله. حطها بهذا قوطي. اكشن اوف اكشن. اول ما نزلنا الاولى للحين هذا شوف البرد الثاني برا كان تضرب هذه. طبعا يوم وصلت سبحان الله لفت وقصت الحمد لله انها ما راحت علينا. هذه الثانيه صادت. دير بالك لا تحوش الخيط. اعطيها بسم الله ما شاء الله. اعطيها دير بالك بسم الله ما شاء الله. هذه اكبرهم. سكر طيب
الحمد لله هذول ثنتين ويا بعض راح يقص الخيط ما شاء الله تبارك الرحمن هذه كبيرة وضربة كانت وياها واحدة ثانية كبيرة بعد يمكن نفسها وأكبر هذه بس سبحان الله فلتت وهذه طلعناها الحين سحبنا البوردات عشان القفاش هذه بنغيرها ما صادف طقها بمنتب ها منتب والله مو في مساعة عشان تفرق حجم والله هذه صايدة ما صعدت كاية ذي يجي هي مو كبيرة شاشة بسوء. لا. أوه. كيف حالك؟ الله يا صيد ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. ولك هادي. هي صوت مصوره ناسين قاعد اقول لك يا ليتها مصوره لاني قاعد اطالعها قبل اطلع هذه ما شاء الله سماره صادت كان عزيز قاعد يجرب لها ها صايدة العشرة صح؟ عطنا اياها الخيط داش عليها ترى ليش بالك؟ انا راح اشوف السكان
لا خوش كان حده من برا من برا؟ بس الخضرة هذه صادت المرة ايش ابو سعود ايامك باك هذا لا يحوش بس الحين وقفنا وقف الصيد بنبدل قفاش ومره واحده بنشيك على قفاش اذا يكون صايدين بالصيع ولا شيء لازم تتاكد بين فتره والثانيه خف على هذه العشره نطلعهم تبارك الرحمن الصيد لحد الان يفتح النفس شوف ايش لقينا بالقفشة حل جسمك والله اعلم كاسور شوفه قايل لك مصالح اخلق قال لي شاك فيها مساحتنا ضربت باقي حلجة بس زين شيكنا عليها لان اي شيء القفشة لازم تقعد دور كذي اي شيء يخربط سبحتها خلاص الحين 100 100 عاش ضبطنا يا ابو سعود صح ونهضم وهذا شاي هالمرة غيرنا حطينا النيس هذا القفاش جاهز هني وهذا ابو سعود والسنارات في البحر ما شاء الله هذا العالم هني شخطون عسى الله يرزقنا ويرزقهم يا رب هذه ما شاء الله وحدتها صادق أمل البورد اللي ورا هذا عزيز مجابل ذهبي ها؟ الأبيض بذهبي ما شاء الله خوش حجم ما شاء الله خوش حجم يلا روح نزل طبعا إذا صدنا الأفضل إذا صد أنك تخفف السرعة عشان اول شيء لا تشرمها لا تشق المكان هذا نفسه اللي صايد منه ونفس الوقت ما تتعب الماكينه طبعا في ناس العكس اذا مسكر الدرج اذا خفف راح تفلت ليش لانه يكون ساكن الدرج مع ضربه الشنع اذا تكون يابسه ما يوادع فيشق المكان هذا الفتحه فبالحاله هذه المفروض ما تخفف لأنه راح يكون مشقوق الحلق من تخفف وتنفض الشنع إذا يمين يسار راح تفلت عليه فكل طريقة عكس الثانية أنا بفضل الطريقة اللي أخفف فيها أحسن تبين السحب هذه؟ شمرتني يا ابو سعود اسحبه كل اللي صنعت احسن هذا حق دليل انك صايد يا حلو الثلاجه كذي هذه توها طلعت ما شاء الله حيه بعدين هذا لازال تشخيط مستمر كبيرة المنتل ان شاء الله ما يحتاج ها والله حيث ما شاء الله هو يا جماعه صار شيء غريب صادت السناره اللي هني اليسار وراحت حق اليمين نقص البورد صاد البورد الثاني جت الشنعده ساحبينها هني لكن البورد اللي هني مقصوص طلعناه بحجمها طيب هذه ها في راس شوف هذا
هذا عوم عادة يكون الشنعد عنده. يلا ما شاء الله شكلها كبيرة. ناخذ استراحة محارب. ناخذ استراحة الحمد لله صدنا. تقريبا وجبة خفيفة لازم حجي تعبنا صراحة. الحين بنبوش نسحب السنارات وبنسوي غدانا ان شاء الله. بسم الله. جايبين ويانا هذا واقيو احلى برجر نسوي الحين على المقلة. هذه السلطة اول شيء نخلطها. خلطها عشان تكون جاهزة بعدين البرجر. اليوم الشيف وصالح ضبطكم ضبطكم اليوم احسن طبخة لك همبرجر. تعبت وانا اسوي فيه. يا الله يا سلام يا سلام. هاي طريقة الفتح هذه ما حد يعرفها الان. نحشرون تقربة. ايه حشرة مع الناس عيد. هذا فلفل اسود. جاهز؟ هلا هلا. ها ترى مطفين النار. ها ايه ما شاء الله. شوف شوف يا ساتر. حطين على الجبن عشان شنو؟ سيحهم. شوف 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 صالح. أهم شيء الأكل. نعم. إيه. الصيد يقعد. الصيد يقعد ينطونه. بعدنا نعطي راحة هو وإحنا نرتاح. بس. أفضل وجبة في البحر سريعة وخفيفة. إذا كان عليك صيد تقدر توقف بريك في نص ساعة بس ساعة. أنت اللي مخلص وجبتك. حطه بصالك باكر. ما ناخذ يدان. ان شاء الله باذن الله النية ناخذ صبنا جمد ان شاء الله. نسويها فيليه ونطبخها ان شاء الله. سويها جمد تاكو تبي صمون تاكو تاكو توست تبي فيليه جمد. بس يا خوفي تصيد نفس سالفة خالك جم. اذا ما صبنا نطلع نبج ندوخ والله. أبو سعود تراقب هذا البورد ويفطر كذي وتدوخ وتنام. غمض عيونك فتح المغرب. تخرب الطلعة كذي. اي والله. حركنا وهذا أبو سعود يضبط السنارات. واحدة في الماء هذه واحدة في الماء وهذه نحسلها وياها. هذول حطينا عليهم ثلج شوي
كانوا يتبردون. ما شاء الله تونا منزلين السنارتين وحنا ننزل الثالثة توني اللي صور لكم. أول ما نزلناها صادوا ثنتين يابا. يلا إن شاء الله نطلعهم. هذا لي إذا حاصل تقول لي. تبارك الرحمن. ثنتين. الحين هذا بالطفي نصور باللي فوق. والله اليمين كبيرة، اليسار صغيرة. هذه أول. هذه مو راضي تسحب بار كبيرة. خليناها الحين خل جاب الصيدة الثانية. هذه صغيرة. مسكت الثانية. نخفف لأنها مو راضي تسحب. إن شاء الله الحين تجي ويانا. على جنب. هدي 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 هدي. ايه. القشة طاقتها انيفة معترضة شوي. عشان كذي صايرة وزن. تبارك الرحمن. وهنا ننزل سنارة صادت وخالفة. هذه عند عزيز. أدوس. أوكي كذي. مو حاجة ثانية. دير بالك. سكر. يلا ما شاء الله نزلنا وضربت بعد واحدة. تبارك الرحمن. الظاهر كنا نتغدى والشنعت جاء يسار من نزلنا سنوات قاعد يضرب. ما شاء الله. هذيكي. والله عاش عاش مسعود قطها. هات هات. بسم الله. ما شاء الله. بارك الرحمن. صيد. ما شاء الله. اشتغل. شو تسوي يا ابو سعود؟ غسل اثار الجريمه. يوعد طق الباب وراك. تفضل. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله طولت. ها ابو صالح ايش عندك؟ طولت طولت. ما شاء الله ما شاء الله. كيف والله. عاش. يا الله كفو. عاش والله ما شاء الله. قاعد نفضي الثلاجة اللي ورا لان احنا حط الشنعدة ونثبتها بالغطاء. فما شاء الله تبارك الرحمن انترست الثلاجة. اذا صدنا واحدة ما راح نقدر نحطها لانها متروسة. كفو كفو ابو صالح. ابوك الطيب. ما شاء الله. اوه عزيز سنة واحدة صادت. لا قاعد اسمعها تقرقش. يلا يلا يلا. بس تعبت. يلا يلا. والله هذه كبيرة عزيز. هذا
ما شاء الله. شوف شوف هذا الحجم اللي طيب الخاطر، تبارك الرحمن. أهم شيء نشيك على الدرج. أبو سعود يا هلا والله، يعطيك العافية. آه تعبت ها؟ أوكي والله عرقت يا ربع حر، ما شاء الله شقاوة جنبه تبارك الرحمن. هذا جارنا بالتشغيل هذا الجندري. أبطقها وامسك المنتبه، أنا قاعد أصور. ها يلا ترى فاتشة حلجة هي، لا تروح صوب شو اسمه. ما شاء الله خوش حجم، خوش حجم. طقيتها بالمنتب لاني ماني قادر امسك المنتب بايدي تمشي، ومن اسوي كذي يروح مع الماي، اسوي كذي طقيته مع ذيله. ما شاء الله ثنتين صادوا، هذه وهذه. ما شاء الله غيرنا المكان، من ساعه افترينا افترينا الحين رحنا مكان ثاني. سبحان الله بروح. جيب هني هني وخرا هذا حطيها. ما شاء الله ثنتين يا بعض، وحجم الاولى ما شاء الله كبير، ان شاء الله الثانيه بعد. اعطني اياها هذه يا رب. لقينا سكت. اخ ما شاء الله ثنتينهم كبار. شوف اصبر صار في تحزز. شو اللي يجمد الراس؟ يبينا شاي حليب. مسعود طبعا حايس وراي، انا ضبطت لي الشاي. بسم الله نجيب الشاي عشان نجند الراس ونضيف عليه طبعا حليب. كذي الواحد الحين يمزج مع الشاي. ها ابو سعود؟ اي والله، والله ابو سعود معرق انت. والله يا جماعة بالمربعانية بر، من كثر ما نروح نرجع حر صار. لا وشاربين شاي حليب بعد، يعني الحرارة راح تزيد زيادة. أهم شيء صايدين ومستانسين، اللهم لك الحمد يا رب. لا تحوش الخيط عزيز. تقدر ايوه والله. بس هذه على نفس
بارك الرحمن. كنا بنوقف طبعا الحين ما باقي شيء يمكن 10 دقائق ربع ساعة غروب الشمس، بس بربة واحدة قصت طبعا البورد الثاني. أبو سعود أقول له نوقف خلاص، يقول لا لين نجيب الشمس. هو ما يدري الحين شو وجهه ويردع مركز. معاش أبو سعود كنا متحمس. تبارك الرحمن. الحمد لله اليوم خوش صيد صدني. هذه الشمس وغابت. نشوف ابو سعود. غابت الشمس حجي ها؟ اقل شوي بس. بعد؟ ايش كثر؟ توها ضربت ولا ضربت؟ والله توها ضربت وفلتت. توها ضربت وفلتت، يعني هذه اللي تقول لك لا تغلط. لو صايدين يعني اوكي، بس الحين لا. نعطيه 5 دقائق نشوف نصيد بعد ما تغيب الشمس ولا ما نصيد. ابوش بس بعد ما قصرنا نسحب السنانير. بسم الله ننطق هذه فوق. هذا يدير بالك من الصنقة. الحمد لله انتهت الطلعة اليوم وهذا الصيد من عدة حين يا بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 ما شاء الله 24 كان عدة تبارك الرحمن. كل أحجام كبيرة تبارك الرحمن، يعني الصغيرة كبيرة على قولتهم ما شاء الله. أحجام ما شاء الله. أصغر وحدة فيه ويمكن 3-4 كيلو. إيه يعني خلنا أوريك هذه، يمكن هذه ولا هذه أكبر وحدة. شوف الحجم ما شاء الله. كم فيها 10 كيلو؟ يعني 9-10 أتوقع كذي. ما شاء الله ما شاء الله يا رب. عاش والله أبو صالح. أعطيكم العافية وانتهت الرحلة. ولا تنسونا من دعائكم ودعم القناة ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. هذه طول الثلاجة تقريبا، هذه 7 متر. اي حط حط. ما شاء الله تعبنا اليوم ها. عدد وحجام تبارك الرحمن اليوم جماعه استمتعنا. اللي ستشنعد راسك راسك. ايه يقول لك هذا نفس الصابون الصنق. لا تزلق. اي والله تشوفوني شوي حذر. ايه حط العكس هنا خلنا اسعونك. يلا يلا تعب التعب مره واحده. يا رب يا رب بسم الله. اللي بعده واللي بعده. ايش فيها الثلاجة صرف؟ ما ظهر تقول بس كافي يعني؟ جيبها شوي يعني. ما شاء الله هذه حطها عدل. يلا ان شاء الله تشيل عاد الثلاجة هذه. ما اقدر اشيل ثنتين. واحدة واحدة. يا رب هذه اخر واحدة. ما شاء الله اللهم لك الحمد. ما شاء الله فولت بدون ثلج بعد.